النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. قام سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة بزيارة إلى مجموعة لولو هايبر ماركت بمناسبة احتفالها بالأعياد الوطنية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وخلال الزيارة قام سعادة الوزير بجولة تفقدية لكبائن الشركات البحرينية الحاصلة على علامة صنع في البحرين، كما قام بجولة داخل السوق لتفقد المنتجات البحرينية. بدورها شاركت صادرات البحرين في الفعالية لتسليط الضوء على تلك المنتجات وتعزيزها على الساحة العالمية. وفي إطار الفعاليات أعلنت مجموعة لولو هايبر ماركت عن تبرعها بمبلغ نقدي لصالح الحملة الوطنية لإغاثة أهالينا في غزة، وتأتي هذه الفعاليات كدعم من مملكة البحرين للمنتجات المحلية وللجهود الإنسانية في المنطقة. هذا هو أهم شيء باعتبارنا هايبر ماركت. رسالتنا إلى البلاد هي أن الشراكة المحلية مهمة للمنتجات المحلية، ولقد سلطنا الضوء على المنتجات والبحرينيين كرأس مال بشري. وأيضا كنت أخبر سعادة الوزير قبل قليل أننا بدأنا من 5 منتجات بحرينية منذ حوالي 15 عاما، واليوم نحن فخورون بالقول أن لدينا أكثر من 1500 خط ومنتجات متعددة، ونقوم بأعمال تجارية كبيرة مع الشركات البحرينية. طبعا احنا اليوم صادرات البحرين مشاركين مجموعة اللولو هايبر ماركت لعرض منتجات المصدرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واللي منتجاتها مصنوعة محليا. وتعد الشراكة الاستراتيجية بين صادرات البحرين ومجموعة اللولو من أهم الشراكات اللي تعطي فرص ذهبية وتتيح للمؤسسات المحلية بالوصول بالارتقاء بفرص عالمية. علامة صنع في البحرين علامة فارقة على مستوى الإنتاج البحريني اللي عطتنا دافع في منافسة بالأسواق الخارجية وإن شاء الله العالمية. شركتنا من سنة 1977 تأسست، الحمد لله إلى يومنا هذا شغالين ونغطي احتياجات المستهلكين. مهم جدا نعلم المستهلك بالمنتجات، المنتج المحلي، المنتج البحريني هو معلوم عند المستهلكين المنتج هذا. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية انتهاءه من ترتيب قرض دولي بلغت قيمته 11 مليار دولار أمريكي. ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسط المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والبعيد، بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة. تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030. ارتفع حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء المرتبطة بالاستدامة والتي تم تسجيلها في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة بما يعادل نحو 15 مليار و450 مليون درهم منذ مطلع العام الجاري. وقال محمد علي الشرفاء رئيس مجلس إدارة الهيئة إن قرار إعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن العام 2023 شكل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، وقد تضمنت 3 إصدارات لسندات خضراء و3 إصدارات لصكوك خضراء وإصدارا لصكوك مرتبطة بالاستدامة. We'll be right back.
والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.